كل 4 سنين خلي نقول نتعارك، سنحكي على الشيعة عفونا من السنة والأكراد، نتعارك 24 ساعة، هذا يرد وهذا يأخذ وهذا يحكي، هذا من تجري انتخابات نريد شنو نسوي؟ نئتلف نتوافق. طبعا حتى بين السنة والشيعة ارهاب 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 وطق واقتل اقتل، بعدين تجي الانتخابات وهذا بعثي وهذا كذا، وتلقاه شو اسمه متحالف وياه وقاعد وياه. انا هاي ما استسيخها اصلا، ما اريدها نهائيا، يعني بالاحرى جزعت منها، جربناها وملينا منها. انا اجد الحل الوحيد بانقاذ العراق انه يكونون حكومه اغلبيه وطنيه وانا اكون معارضه، او انا اكون حكومه أغلبية وطنية وهم يكونون معارضة. أما أن أشترك بخلطة عطار ما أشترك، كافي لحد الآن كافي، جربنا مرة مرتين خمسة كافي، يعني ما نجحنا ما صارت نتيجة، ليش نتعالى على يعني على شعبنا، وشعبنا إرادته هو شيء واحد، وهنا حكومة أبوية ذات أغلبية وطنية تحكمها وتخدمها، نظل بعدين هم هذا تعرطيني وزير وتعرطيني مدري كذا وقسمة كعكة حلوة فشلة أصلا صارت معه، حتى تفشلنا قدام العالم فضلا عن شعبنا. أنا هذا رأيي ما أدري، بس عندكم رأي آخر أنا أحترمه، بس ما أشترك بحكومة ائتلاف وطني أو شو يسموها ما أدري تآلف كذا، أنا ما أشترك توافقية توافقية ما أدري.